بقول اللحيه فيها يعني جزء خفيف وجزء مش خفيف، اقول لك اتركها على 100 علي، اتركها على 100 علي. قد يمكن ان تاخذ بعض منها للتحسين، وانا لا اقول بذلك، هو قال به القاضي ابن عياض، لكن انا اقول لا يؤخذ من اللحيه الا بعد القبضه، بعد القبضه، لان سته من الصحابه اخذوا من اللحيه بعد القبضه، ولم يرد عن واحد من الصحابه انه حلق اللحيه. ما ورد قط في هذا الباب، ولا حتى عن التابعين احد فعل ذلك. نعم.